مليئة بالمودة لكل المناضلات والمناضلين. مرحبا، مرحبا بالجميع في هذا العرس التنظيمي لجبهة القوى الديمقراطية. بعد صبر ونضال مستمر نجتمع اليوم في الدورة الأولى للمجلس الوطني كمحطة أساسية وتاريخية للتحول الذي عرفه الحزب. توج هذا المقام بانتخاب قيادة جديدة تحت رئاسة الأخ مصطفى المفرك في مؤتمر الجديدة. اليوم نعقد الدورة الأولى لحزب جبهة القوى الديمقراطية تحت شعار معا جميعا من أجل تنظيم قوي وحزب متعاضد، وذلك لاستكمال هياكل الحزب كالأمانة العامة، فانتخاب أعضاء الأمانة العامة واللجن التي ينص عليها النظام القانوني للحزب. مؤتمر جديد تم عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني لهذا الغرض كما سألتموني، هو استكمال هياكل الحزب لكي تمثل في الأمانة العامة رئيس المجلس الوطني أمين المال واللجان اللي هي لجنة اللي هي هيئة التحكيم، لجنة مالية الحزب، وكذلك لجنة مغاربة العالم، وكذلك تنظيمات الموازية. وإن شاء الله من بعد عقد انتهاء هذه الأشغال سنتوجه إلى الجهات والأقاليم لهيكلة هذه الأقاليم والجهات إن شاء الله بحول الله. وشكرا. سري عضو الأمانة العامة ديال حزب جبهة القوى الديمقراطية، حنا اليوم بعدا مسرورة بزاف لأننا وضعنا رجلينا على الخطوة الأولى، وحنا فرحانين لأننا غنلاقيو جميع مناضلات ومناضلي جبهة القوى الديمقراطية باش نخدموا الحزب ديالنا طبقا للفصل السابع من الدستور اللي كيقول بأن الأحزاب السياسية الاختصاص الأصيل ديالها هو التكوين ديال المواطنين وتعزيز القدرات ديالهم في المجال السياسي، وكذلك مساعدتهم على تدبير شؤونهم سواء المحلية ولا الوطنية. حنايا في حزب جبهة القوى الديمقراطية قطعنا عهد على نفوسنا أننا نبيدوا مصطلح القيادة أو الزعامة، وإنما نخدموا بواحد أسلوب جماعي، أسلوب جماعي، لأن القيادة تحيل على التغول كما وقع للحزب، والزعامة والقيادة عملت على طمس المسار السياسي للحزب الذي حاول أن يراكمه بجهد جهيد فقيد جبهة القوى الديمقراطية سمير خياري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام بيرا، عضو الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية. كيف سبقوني الإخوان اللي أعطوا تصريحات، المناسبة بما أنها شرط، المناسبة هي انعقاد المؤتمر الوطني الأول من بعد الحراك اللي كامل تابعته في القضاء وفي المسائل اللي هي وصلت بالأزمة اللي كانت في الحزب إلى ما وصلت إليه، إلى تدرجاتها طبعا حتى وقوفا عند الحل. الحل من النطاقات الشرعية للمكتب الجديد، والآن كيجي العمل طبيعي جدا، كيجي في تسلسل طبيعي، لأنه ليكون المؤتمر الوطني الأول استكمالا للتنظيمات الموازية واستكمالا للأجهزة اللي يتكون منها الحزب. يعني كاين هذا المعطى، وهذا عنده جهات مختصة اللي هي المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية. كنظن على أني ما غاديش نعطي أكثر من هكا حفاظا على سرية التحقيق في هذيك الأمور. ما كانتش تفاوضات مع الخبر، يعني تفاوض معكم أنه يصلح الشيء هذا أولا؟ حد عندنا كانت البدايات في الأول، كيف كيكون جميع الأزمات كتبدأ بالنوايا الطيبة وكتبدأ
الوساطات ديال الناس الخيرين، ولكن يبدو انها لم تفضي الى نتيجه، لذلك التجأ المتخاصمون الى القضاء. واخا ملي كنشوفوا انعقاد جمع عام بالنسبه لكم نتوما، وكيكون عنده تا هو انعقاد جمع عام في مدينه اخرى، ما كتشوفوش ان بالنسبه للحزب متفرع جوج جهات والناس ولات كتدوخ، يعني ما كتعرفش شكون هو اللي هو شاد الحزب حاليا؟ وبالنسبه لبن شباط يعني الاقوى الكبيره اللي واصلين لها دابا، اذا كان ممكن توضح لنا بعض الامور هذه شي شويه. طبعا قدر المستطاع غادي نمشي معك. اولا انقسام الاحزاب واسمها هذه ظاهره صحيه، ما دامت انقسمت من اجل شرعيه ولا من اجل مسائل شرعيه. اما انقسم حزب لأن واحد المجموعه شافت واحد الوضع اللي هو غير صحي وغير ديمقراطي، كنظن على انه هذا كيدخل في طار واحد النوع من الرقابه الذاتيه. كتعرف الشباط كيبقى دائما رمز ومرحب به كيف اي مناضل داخل حزب جبهه القوى الديمقراطيه، ومكانه محفوظ كيف وكيف المناضلين القدام، كتبقى البادره كتجي منه هو، ومرحبا باي شي واحد في اي لحظه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.